مهم جدا الحقيقه من فيزنتي دولبوسكي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ومنتخب اسبانيا. طبعا اولا بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه حابين نعرف رايك في هذه المواجهه المرتقبه لفريق النادي الاهلي امام ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي مونديال الانديه. طبعا حضرتك كنت متواجد كمدير فني لريال مدريد في 2001 على استاد القاهرة الدولي. نعم. أتذكر بكل تأكيد هذه المباراة، لقد مرت سنوات عديدة، نحن نتحدث عن 22 عاما حتى الآن. الأهلي قدم مباراة أفضل منا بكل تأكيد وفاز بهدف نظيف. أتمنى أن تكون هذه المباراة أفضل من جانب ريال مدريد، لأننا نتحدث عن مونديال الأندية وكل شيء عن البطولة هو مهم للجماهير بكل تأكيد. الحقيقة الكل بيتساءل هل مستوى ريال مدريد على مستوى الليجا الأسبانية وخاصة في المباراة الأخيرة والخسارة أمام ريال مايوركا هيكون ليه تأثير على مباراة ريال مدريد أمام النادي الأهلي، وكمان بعض الغيابات على رأسها كريم بنزيما وكورتوا، هل ده سيؤثر على أداء ريال مدريد أمام النادي الأهلي؟ لا أعتقد، لأن ريال مدريد هو نادي يخوض مباريات مهمة على مدار العام ويريد أن يتأهل للنهائي بكل تأكيد، لأن لقب مونديال الأندية لقب مهم بالنسبة لنادي بحجم ريال مدريد. في مباراة مايوركا قدم مباراة طيبة إلى حد كبير، ولكن لم يستطع أن ينهي المباراة بالنتيجة التي يبحث عنها. طيب ايضا كيف ترى فرصة النادي الاهلي في تحقيق مفاجأة على حساب ريال مدريد واستغلال عامل الاجهاد والاصابات الحقيقة اللي وصلت او اللي موجودة في ريال مدريد من اجل بلوغ نهائي المونديال للمرة الاولى في تاريخه؟ في وجهة نظري ريال مدريد لا يمتلك فريق واحد، ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، يمتلك المزيج من الشباب والخبرة، ولكن الأهلي سيكون فريق صعب للغاية أمام ريال مدريد. ولكني أكررها مرة أخرى أن ريال مدريد هو فريق ينظر إلى البطولة، يريد أن يتأهل للنهائي ويفوز باللقب. كلنا طبعا متابعين الليجا الأسبانية ومتابعين كمان موقف ريال مدريد في الليجا الأسبانية، رأيك إيه في بعض الانتقادات على المدير الفني أنشيلوتي في الإدارة في نتائج الدوري، وهل هتكون في تغيير في الإدارة الفنية قريبا لريال مدريد على مستوى تغيير المدير الفني أنشيلوتي؟ أعتقد أن لن يكون هناك تغيير في الوقت القريب بالنسبة للإدارة الفنية. أنشيلوتي قدم مواسم كبيرة مع ريال مدريد، وقال إدارة النادي سعيدة بما يقدمه أنشيلوتي، لا يجب أن يكون أي تسرع، وأنشيلوتي ليس محل شك بالنسبة للإدارة. طيب طريقة لعب النادي الأهلي بطل إفريقيا وأفضل نادي في إفريقيا، نادي ريال مدريد ما بيلعبش ضد الأندية في إفريقيا، هل من الممكن أن نرى تغيرا في طريقة اللعب بالنسبة لريال مدريد في مباراته أمام النادي الأهلي؟ لا أعتقد أن ريال مدريد سيغير من طريقته. هناك لاعبان صنع الفارق مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، نتحدث عن بنزيما ومودريتش، ولكن هناك العديد من اللاعبين المهمين مثل أسينسيو وفالفيردي وفينيسيوس تامبين أيضا. لا أعتقد أن الفريق سيغير من طريقته أمام ريال مدريد، لأنه يقدم بالفعل أداء طيب. أكيد طبعا كل الأسماء اللي اتذكرت هم لاعبين على مستوى عالي جدا جدا، وإحنا أكيد متابعينهم في الدوري الأسباني، لكن عايزين نعرف أو رأيك الفني في تدهور النتائج الأخيرة لفريق ريال مدريد، وخاصة بعد يعني العودة من كأس العالم
شايف ده ازاي؟ وشايف هل يستطيع ريال مدريد العودة تاني للمنافسة للحصول على الليجا برغم فارق النقاط ما بينه وما بين برشلونة تصل إلى 8 نقاط؟ نحن لازلنا في منتصف الموسم ولا زال هناك مباريات عديدة في الموسم. ريال مدريد قدم مباريات طيبة في بداية الموسم، ولكني أرى أن هناك مباريات عديدة في الموسم لازالت متبقية. المنافسة بالطبع انحصرت بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكني أعتقد أن المنافسة على اللقب لم تحسم بعد. عايزك تقولي ذكرياتك برضو عن مباراة النادي الأهلي في 2001. أنا عارف أن هي 22 سنة وسنين طويلة جدا، ولكن أعتقد أن أنت أيضا لك ذكريات بوجودك في مصر في مباراة الأهلي وريال مدريد في 2001. قد كانت مباراة في بداية الموسم، قد كانت بمثابة الإعداد لنا. الطقس كان حار للغاية والفريق كان منهك، اللاعبون كانوا منهكون في تلك المباراة. بالطبع الأهلي كان أفضل منا في هذه المباراة وسجل هدف واستطاع أن ينهي المباراة بهذا الهدف، ولكني أعتقد أن اللاعبين تأثروا بحرارة الطقس في تلك الفترة في مصر ولم يقدموا مباراة طيبة، والأهلي كان الأفضل. الحقيقة كمان عايز أعرف وجهة نظرك في الكرة العربية وتأثير أو المفاجأة والأداء الجيد جدا للمنتخب المغربي ووصوله لنصف نهائي كأس العالم. هل كان ده مفاجأة ليك وصول المغرب لنصف نهائي كأس العالم؟ وهل تتطور الكرة العربية بالشكل السريع لتجاوز أو الوصول لمرحلة العالمية؟ كم مفاجأة بالنسبة لي. المغرب قدم مباريات كبيرة في المونديال واستطاع أن ينهي البطولة في المركز الرابع بجدارة واستحقاق. كان يمتلك لاعبين كثر من الشباب والذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، وبالطبع مستواهم كان متقارب للغاية مع المنتخبات الأوروبية بطبيعة الحال لأنهم يلعبون في دوريات أوروبية كبيرة. توقعاتك ايه للمواجهة الأخرى في نصف نهائي مونديال الأندية بين فلامينغو البرازيلي والهلال السعودي؟ تبدو أن الحظوظ فلامينغو أكبر لكي يكون مع ريال مدريد في النهائي، ولكني أرى أن الفرق العربية تطورت كثيرا في الفترات الأخيرة، والهلال لن يكون ندا سهلا لفلامينغو. أكيد وجودك معنا لازم نعرف، وأنت كنت واحد من وما زلت واحد من أساطير التدريب في الكرة الأسبانية والكرة العالمية، وواحد من اللي حصلوا على كأس العالم مع المنتخب الأسباني في 2010. ردود أفعالك إيه بعد خروج المنتخب الأسباني يمكن في ثمن النهائي في كأس العالم؟ هل كانت مفاجأة بالنسبة لك هذا الخروج، وكمان استقالة أو إقالة لويس إنريكي بالنسبة لك، و ما مستقبل الكرة الأسبانية في القادم؟ سأبدأ من الجانب الأخير من السؤال، لا سيما وأننا نتحدث عن جيل جديد من اللاعبين الصغار. أعتقد أن المستقبل سيكون بالنسبة لهم مشرق لأنهم يكتسبون الثقة تدريجيا. في المونديال الأخير أعتقد أننا قدمنا بعض الأمور الطيبة، وهناك أمور أخرى لم تكن على الوجه الأمثل، ولكن الأمور لم تكن سهلة بالنسبة لنا في النهاية. طيب أخيرا، هل تابعت مباريات النادي الأهلي أمام أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي ولا لا؟ أو هل بتتابع كأس العالم للأندية؟ لم أتابع المباريات عن كثب لأن الدوري الأسباني كانت هناك مباريات، وكنت أتابع مباريات الدوري الأسباني، ولكني تابعت قليلا مباراة دور الثمانية بالنسبة للأهلي، وأعتقد أن الأهلي قدم فيها مباراة ممتازة. طيب بيزنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد ومنتخب أسبانيا، واحد من أساطير التدريب في أسبانيا، أنا بشكرك جدا على وجودك معنا وإجابتك على كل هذه الأسئلة.